لو سمعتي يا أبلة ضحاء، أنا يعني كنت متجوزة وفي خلافات كتير بين جوزي وماما، وجوزي حلف عليا إن أنا ما يعني يا أمي يا جوزي، فبموافقة ماما اخترت جوزي، وهي وافقت على كده وقالت لي أنا كفاية إني أسمع صوتك في التليفون ومش لازم إنك تجيني أو تشوفيني أو أشوفك طالما كده، بس حاولي تصلحي الموضوع يعني بيني وبين جوزك. تحاولت كتير، جوزي رافض تماما تماما تماما، يا انا يا هو، لان هي الصراحه اذته كتير. فانا أزاته؟ دلوقتي كنت ماما بكلمها في عملت إيه؟ التليفون. ماما عملت إيه في جوزك؟ أزاته إزاي يعني؟ هي عملت حاجه مش كويسه، مش هقدر اقولها، إيه البصة يعني هي الغريبة دي؟ عملت حاجه يعني حاجه مش كويسه خالص. فانا دلوقتي كنت بك... هي وافقت ان انا اكلمها في التليفون واودها بالتليفون يعني يا طالما فندم انا يا عايشه فندم، بس مبسوطه. اسمعيني، يعني مامتك اللي زعلانة من جوزك لا، ولا جوزك هو اللي زعلان من ماما؟ عايز ما جوزها هي هو اللي غير اللي جوزي زعلان، اللي من ماما، لان هي عملت في جوزها حاجه وحشه قوي، فصل يعني. حاجه وحشه وهي اه معترفه وانت شفتيها وكده يعني. ايوه ايوه متاكدين من الحاجه دي يعني ولا كلام؟ ايوه متاكد. لا لا متاكده، ايوه. فهي اعترفت وخلاص، قالت لي خلاص انها عايزه اودك بالتليفون، وطالما انت عايشه مبسوطه انا مبسوطه ومش لازم تجي لي. فالمهم حصل برضو ظرف ان هي ايه، كنت بكلمها في التليفون، فبابا حب يوزع الميراث علينا كلنا وهو عايش، فهي رفضت وقالت اللي هياخد الورث من بابا هيبقى يعتبرني، هعتبره ميت ويعتبرني ميته. فمن وقتها، من وقت ما قلت خلاص انا هاخد ورثي من بابا ووافقت، مش بتكلمني وحطاني على الحظر ومش عارفه اتواصل معاها خالص، وخليت اخواتي كلهم عادوني، ما اكلمهاش خالص ولا اخواتي كلموني. فانا عايزه اعرف دلوقتي انا مش عارفه اتواصل معاها، يا يعني حرام. ولا عارفه اروح لها ولا اقدر اروح لها عشان جوزي، ولا جوزي انت هيوافق متجوزه بقالك حتى. قد ايه يا فندم؟ انا متجوزه ليا 13 سنه، عندك اولاد؟ معايا ولدين وحامل. طيب عند حضرتك في اخوات بنات ليك متجوزين برضو، ايوه اخواتي كلهم وعلاقتهم متجوزين، بمامتك وازواجهم علاقتهم بمامتك كويسه؟ كويسة جدا. طب اشمعنى جوزك بقى؟ الظرف اللي حصل بينها وبين ماما، بينه وبين مامتك. طيب، ايوه طب زوجك مامته موجوده؟ حماتك موجوده؟ شتمته يعني، ايوه حماتي موجودة. رفايده شتمته يعني، ايوه شتمته. هي مش شتمته، هو حصل ان كان في حد بيهددني ببيتي، يعني انا هقولها حصل ان في حد بيهددني ببيتي، فانا رحت لجأت لها انها تحميني، فهي بدل ما تحميني قلبت العكس وكانت هتخرب بيتي انا، ودخلت الشخص دوت بيتها وحصل بقى حاجات تانية كتير. باباكي فين يا فندم؟ ممكن اسال السؤال، باباكي فين؟ بابا سايب ماما وسايب البيت من زمان، شفت من بقى. وقت جوازي تقريبا. حاضر، ماشي، حاضر. وبقالك قد ايه بقى عامله لك بلوك هي؟ بقالها 3 شهور، يعني انت 3 شهور من ما وقت تعرفيش، ما كلمت بابا، 3 شهور ما يعني تعرفيش عنها حاجة باباكي خالص. يا فندم سايب البيت ومتجوز ولا هو سايب البيت بس؟ متجوز. فانت اول ما كلمتي باباكي هي قطعتك؟ قطعتني، او بالاخص اول ما قلت هاخد ورثي ووافقت ان انا اخد ورثي قطعتني خالص خالص تماما، مش قادره اوصلها ولا بالتليفون طب ولا وده ورث بشيء. مامتك؟ وده ورث مامتك ليها برضو؟ لا هو مطلقها. طلق. مطلقة. طيب، ايوه، يعني انتي ورثك يعني بمعنى ايه؟ هو عايز يوزع ورثه وهو عايش، وهو ايوه يعني هو عندنا بيت فعايز يبيع البيت ده ويدي كل واحد حقه منه، طيب. هي مش عايزه بقى تدينا حقوقنا، لا البنات ما تاخدش. فبابا قال لي انت مش منتفعه بالبيت ده وما بتروحيهوش، فخدي خدي حقك، فانا وافقت ان انا اخد حقي. وهي ايه وجهة نظرها انها مش عايزه تدي للبنات يعني؟ هي فهو مش بيتها، معرفش. ده بيت ابوكي صح؟ ما لا هو بيت الموضوع بابا. فيه، الموضوع فيه اطراف تانية حاجه مش غريبه جدا ايوه. حاضر، حاضر. والله، مش عارفه يا بنتي. اتفضل حضرتك هو فضيله الموضوع الشيخ. فيه اطراف لابد ان تسمع دايما. علماءنا قالوا لنا اذا جاءك احد الخصمين عينه مفقوءه فلا تحكم له حتى ترى الاخر لعل يمكن. عيناه مفقوءتان. ايوه، صح، انا مش بشكك في كلامها، ولكن ده احنا عندنا ابوها وعندنا امها جوزها. وعندنا جوزها، فالدنيا متلخبطه فما نقدرش نحكم. لكن انا بوجه لجوزها دلوقتي او اي زوج بيمنع مراته عن اهلها، بقول لك اتق الله، وده ظلم وده قطع رحم. وسيدنا النبي قال لا يدخل الجنه قاطع. ولو زوجتك سمعت كلامك، طبعا هي مضطره تسمع كلامه، الاسم عليك انت والذنب عليك انت، وتيجي يوم القيامه ما تخش الجنه، اقول له الجنه لا يدخلها قاطع، او قاطع الرحم لا يدخل الجنه. اتقي ربنا، وانت ما ترضاش زوج اختك يعمل فيها كده ويمنعها عن امك.
فاتقي ربنا، وان ما كانش فيها خير لمامتها مش هيبقى فيه ليها طيب. خير فيك انت. طب انا هسال حضرتك برضو سؤال تاني، احنا بنتكلم النهارده عن عقوق الاباء، يعني ممكن الام تكون بتعق بنتها لما تمنعها انها تاخد تاخد حقها، يعني ما البنت ضحيه لباباها ومامتها، حاجه غريبه يعني باباها مطلق وسايب مامتها، ما تسيبها تاخد. وخدي بالك هي ما ذكرتش دور باباها الا في الميراث بس، يعني باباها واخد ايه؟ واخد جنبي، يعني الصح كان الاب يتدخل يصلح العلاقه حتى لو طليقته، يصلح العلاقه بين بنته وبين جوزها وبين طليقته، لو هو يعني لو هو بيتقي الله سبحانه وتعالى. لكن احنا بنفس الكلام اهو، ده مقصر في حق اولاده وده سيحاسب وده مش من البرره، وده عق اولاده قبل ان يعقوه. لكن موضوع ان مامتها، هي قالت كلمة برضو غريبة، قالت الأم بتقول البنات مالهمش، الكلمة دي بقيت أسمعها كتير جدا. لا، من حرم، نعمل حلقة وهنعملها تاني. من حرم وارثا من ورثه حرمه الله من ميراثه من الجنة. يا ساتر يا رب. شفتي فالموضوع إيه؟ إلا يعني لو في البنات مالهمش، أنا مش عارف، رجل كرسي مثلا. لا، وفي نقطة يا فندم، هو مين اللي حاجة غريبة، مين اللي إدى البنات؟ ربنا سبحانه طيب. وتعالى. وتصوري إن ربنا من فوق سبع سماوات جعل البنت هي رمانة الميزان في الميراث مش الرجل؟ إيه رأيك في الموضوع ده؟ ما قالش للبنت نصف، لا ده قال للذكر مثل حظ، يوصيكم الله في اولادكم للذكر، ده فرع مثل حظ الانثيين. رغم ممكن تمشي للانثى نصف الذكر، لكن ربنا سبحانه وتعالى تكريما للمراه قال هي الاصل عندي للذكر مثل حظ الانثى، يعني الاصل مين؟ ومش في كل وقت الذكر اكتر من الانثى. صحيح، في اوقات كتير ده لو بنت واحده تاخد النص، لو بنت كانت واحده فلها النصف. سبحان الله. والام والاب متساويين في في الميراث. اي نعم، يا راجل وست اهو لكل منهما السدس. لكن احنا خدنا لقطه ايه بقى للذكر ده في الاولاد بس، يعني ثواني، يعني لكل منهما السدس دي، يعني الام زي الاب. أيوة. يعني في مساواه، ولابويه لكل منهما السدس وما ترك ان كان له ولد. لو الولد ده تطلق على البنت والولد، الذكر والانثى. يبقى الام تاخد سدس والاب ياخد سدس. ده في كتير. صحيح، الذكر والانثى يتساوى، وممكن الانثى تبقى اكتر من الرجل، وقليل جدا الذكر اكثر من الانثى. بس خدي بالك الانثى تاخد حقها وتحطه في جيبها وتقعد رجل على رجل معززه مكرمه كده، ملهاش اي علاقه باي بيت ولا مصاريف. لكن الذكر ياخد ويصرف، ويصرف عليه وواجب عليه، وتبقى في رقبته اخته، وواجب عليه واخته في رقبته، وامه في رقبته، وزوجته في رقبته، وبنته في رقبته. فانا مش عارفه ايه الموضوع.